الرئيس السيسي يؤكد تقدير مصر للعلاقات مع تركيا وتعزيز التنسيق معها لتحقيق الاستقرار الإقليمي. الرئيس التركي يؤكد أن بلاده تتقاسم تاريخا مشتركا مع مصر ويعرب عن تطلعه لزيادة الاستثمارات بين البلدين. الرئيس السيسي ونظيره التركي يوقعان على الإعلان المشترك لإعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى. السادسة مساء الرابعة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع هشام عبد التواب. أهلا بك هشام. أهلا بك ميرفت. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بدايتنا مع القمة المصرية التركية في القاهرة. رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان والوفد المرافق له في أول زيارة لمصر منذ أكثر من 10 سنوات. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي فتح صفحة جديدة بين البلدين بما يثري علاقتهما الثنائية ويضعها على مسارها الصحيح. كما أشار الرئيس السيسي إلى أن مصر حاليا هي الشريك التجاري الأول مع تركيا في إفريقيا، مؤكدا سعي البلدين لرفع التبادل التجاري ل15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة. أود في البداية أن أرحب بفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان والوفد المرافق لسيادته في أول زيارة له لمصر منذ أكثر من 10 سنوات، لنفتح معا صفحة جديدة بين بلدينا بما يثري علاقتنا الثنائية ويضعها على مسارها الصحيح، وأؤكد اعتزازنا وتقديرنا لعلاقتنا التاريخية مع تركيا والإرث الحضاري والثقافي المشترك بيننا. ويهمني هنا إبراز استمرار التواصل الشعبي خلال السنوات العشر الماضية، كما شهدت العلاقات التجارية والاستثمارية نموا مضطردا خلال تلك الفترة. فمصر حاليا الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا، كما أن تركيا تعد من أهم مقاصد الصادرات المصرية، وقد أثبتت التجربة الجدوى الكبيرة للعمل المشترك بين قطاعات الأعمال بالبلدين. وبالتالي سنسعى معا إلى رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، وتعزيز الاستثمارات المشتركة وفتح مجالات جديدة للتعاون. هذا وأكد الرئيس السيسي الاهتمام المصري بتعزيز التنسيق مع تركيا باعتبارهما مركزي الثقل بالمنطقة، بما يسهم في تحقيق السلم وتثبيت الاستقرار ويوفر بيئة مواتية لتحقيق الازدهار ورفاهية، حيث تواجه الدولتان العديد من التحديات المشتركة. أود أيضا أن أشير إلى اهتمامنا بتعزيز التنسيق المشترك والاستفادة من موقع الدولتين كمركزي ثقل في المنطقة، بما يسهم في تحقيق السلم وتثبيت الاستقرار ووفر بيئة مواتية لتحقيق الازدهار والرفاهية، حيث تواجه الدولتان العديد من التحديات المشتركة مثل خطر الإرهاب والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يفرضها علينا الواقع المضطرب في المنطقة. كما أكد الرئيس السيسي أنه توافق مع رئيس التركي رجب طيب إردوغان على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري، مؤكدا اعتزاز البلدين بمستوى التعاون القائم بين مصر وتركيا من أجل النفاذ السريع لأكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية. وأعرب في هذا السياق عن اعتزازنا بمستوى التعاون القائم بين مصر وتركيا من أجل النفاذ السريع لأكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى أهلنا في قطاع غزة، أخذا في الاعتبار
ما تمارسه السلطات الإسرائيلية من تضييق على دخول تلك المساعدات، مما يتسبب في دخول شاحنات المساعدات بوتيرة بطيئة لا تتناسب مع احتياجات سكان القطاع. ولقد توافقت وفخامة الرئيس أردوغان خلال المباحثات على ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع بشكل فوري وتحقيق التهدئة بالضفة الغربية حتى يتسنى استئناف عملية السلام في أقرب فرصة، وصولا إلى إعلان الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وفيما يتعلق بالملف الليبي، أكد الرئيس السيسي على ضرورة تعزيز التشاور مع ليبيا مع تركيا في هذا الصدد، بما يساعد مع إجراءات الانتخابات التشريعية والرئاسية وتوحيد المؤسسات العسكرية الليبية. كما أكدنا ضرورة تعزيز التشاور بين البلدين حول الملف الليبي بما يساعد على عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتوحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد، ونقدر أن نجاحنا في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا سيمثل نموذجا يحتذى به، حيث أن دول المنطقة هي الأقدر على فهم تعقيداتها وسبل تسوية الخلافات القائمة فيها. كما رحب الرئيس السيسي بالتهدئة الحالية في منطقة شرق المتوسط، معربا عن التطلع للبناء عليها وصولا إلى تسوية الخلافات القائمة بين الدول المتشاطئة بالمنطقة، ليتسنى للجميع التعاون لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة بها. يهمني كذلك الترحيب بالتهدئة الحالية في منطقة شرق المتوسط، ونتطلع للبناء عليها وصولا إلى تسوية الخلافات القائمة بين الدول المتشائمة بالمنطقة، ليتسنى لنا جميعا التعاون لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة. كما أكد الرئيس السيسي تطلعه لتلبية دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا في أبريل المقبل. أنني أتطلع لتلبية دعوة الرئيس أردوغان لزيارة تركيا في أبريل القادم لمواصلة العمل على ترفيع علاقات البلدين في شتى المجالات بما يتناسب مع تاريخهما وإرثهما الحضاري المشترك.
أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن مصر وتركيا تتقاسمان تاريخا ممتدا عبر السنين، معربا عن تطلعه للتعاون بين البلدين فيما يليق بهذه العلاقة. ورحب إردوغان خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس السيسي برفع مستوى التعاون بين البلدين إلى مجلس تعاون استراتيجي رفيع المستوى، وتقدم إردوغان بالشكر للرئيس السيسي على حفاوة الاستقبال. نتقاسم مع مصر تاريخا مشتركا يمتد لما يزيد عن 1000 سنة، ونحن نريد أن نرتقي بمستوى علاقاتنا إلى المسار اللائق، ونجد بأن الإرادة نفسها موجودة لدى الجانب المصري، وقد رفعنا مستوى تعاوننا إلى مستوى مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى. كما أكد الرئيس التركي عن تطلع لاستقبال الرئيس السيسي في أنقرة في شهر أبريل المقبل عقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين. وقد أعربت بأنني أنتظر فخامة الرئيس في زيارته إلى أنقرة من أجل عقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، وأعتقد أن هذا الاجتماع هو سيكون بمثابة مرحلة جديدة في علاقاتنا الثنائية. وخلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس السيسي أشار الرئيس التركي إلى أن أنقرة تسعى إلى زيادة مستوى التبادل التجاري مع مصر ليصل إلى 15 مليار دولار، مشيرا إلى عزم بلاده على زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر بمقدار 3 مليارات دولار. اليوم في مشاوراتنا تحدثنا عن ووضعنا هدفا بأن نصل بحجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار في أقرب وقت، كما أننا عازمون على زيادة حجم استثماراتنا التركية في مصر وهو بحدود 3 مليارات دولار حاليا. كما تبادلنا الآراء أيضا في إمكانية اتخاذ تدابير إضافية من أجل زيادة التعاون التجاري والاقتصادي. كما ثمن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدور المصري في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدا على مواصلة التعاون مع مصر في هذا الشأن. كما رفض الرئيس التركي سياسة تهجير الفلسطينيين من القطاع، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل لمنع استهداف الفلسطينيين في رفح. لا شك نحن نقدر هنا دعم جهات مصرية أيضا، وأشكر كذلك الهلال الأحمر المصري وكذلك وزارة الصحة المصرية وجميع الجهات المصرية في هذا الأمر، وإلى جانب مساعداتنا الإنسانية أيضا، وقد استطعنا أن ننقل أكثر من 700 مصاب فلسطيني مع المرافقين إلى تركيا، وكذلك الخبراء يتباحثون فيما بينهم من أجل بناء مستشفى ميداني في غزة، ونحن نتطلع إلى دعم إخوتنا المصريين لبناء هذا المستشفى الميداني قريبا، وإن المبادرات لتهجير سكان غزة بحكم العدم بالنسبة إلينا، ولا يمكن أن نقبل بتطهير غزة من السكان كليا، ونحن نقدر موقف مصر في هذا الأمر أيضا.
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان على الإعلان المشترك حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في قصر الاتحادية، تلتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين. وخلال المباحثات رحب الرئيس السيسي بالرئيس التركي في أول زيارة له إلى مصر منذ أكثر من 10 سنوات. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته بمطار القاهرة الدولي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسيدة قرينته. حيث توجه الرئيسان إلى قصر الاتحادية وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلمين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات مغلقة تلتها أخرى موسعة بحضور وفدي البلدين، حيث رحب السيد الرئيس بالرئيس التركي في أول زيارة له إلى مصر منذ أكثر من 10 سنوات، بما يفتح صفحة جديدة في العلاقات المصرية التركية ويثري التعاون المشترك ويؤكد الاعتزاز بالإرث الحضري والثقافي العريق للشعبين الشقيقين. إذن هي علاقات وطيدة شهدت حراكا دبلوماسيا وزخما كبيرا خلال الفترة الماضية بين مصر وتركيا، كان أساسها الروابط التاريخية بين الشعبين المصري والتركي. المزيد في العرض التالي والزميل كريم الخولي. أهلا بحضراتكم. شهدت العلاقات المصرية التركية خلال الفترة الماضية حراكا دبلوماسيا وزخما غير مسبوق، انتقل بالعلاقة بين البلدين إلى مرحلة بحث مسارات التعاون ومناقشة تعزيز المصالح المشتركة. البداية مع تصافح الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره التركي أردوغان بالدوحة في نوفمبر عام 2022، حيث تم التأكيد المتبادل على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، كما تم التوافق على أن تكون تلك بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين. وفي شهر فبراير عام 2023 وخلال اتصال هاتفي تقدم الرئيس السيسي لنظيره التركي بالتعازي والمواساة في ضحايا الزلزال المروع في تركيا والذي أسفر عن آلاف الضحايا والجرحى، مؤكدا تضامن مصر مع الشعب التركي وتقديم المساعدة والإغاثة الإنسانية لتجاوز آثار الكارثة. وفي 29 مايو عام 2023 وخلال اتصال هاتفي قدم الرئيس السيسي التهنئة لأردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية وإعادة انتخابه رئيسا لتركيا لفترة رئاسية جديدة، واتفق الجانبان على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون بين البلدين، وقرر البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء. وفي سبتمبر عام 2023 أكد الرئيس السيسي ونظيره التركي خلال لقائهما بالعاصمة الهندية نيودلهي أهمية العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين والبناء على التقدم الملموس في سبيل استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، وأعرب أيضا عن الحرص على تعزيز التعاون الإقليمي كنهج استراتيجي راسخ، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وبما يسهم في صون الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وفي 20 شهر أكتوبر الماضي أكد الرئيس السيسي ونظيره التركي خلال اتصال هاتفي على رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، وكذلك ضرورة استدامة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل مستدام،
مع تأكيد أهمية تكاتف المجتمع الدولي للعمل على إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل نهائي استنادا لحل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية. وفي نوفمبر عام 2023 وخلال لقائهما بالعاصمة السعودية الرياض، بحث الرئيس السيسي ونظيره التركي سبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين في مختلف المجالات، فضلا عن استمرار الخطوات المتبادلة والبناء على التقدم الملموس في سبيل تفعيل مختلف آليات التعاون الثنائي. أما في 20 ديسمبر الماضي، وجه الرئيس التركي خلال اتصال هاتفي التهنئة للرئيس السيسي على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، كما تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وزيادة مجالات التعاون بما يحقق مصالح الشعبين. وعلى المستوى الاقتصادي، ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وتركيا لتصل إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.7 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14%. مشاهدينا، كان هذا عرضا موجزا حول العلاقات المصرية التركية. شكرا لكم على طيب المتابعة. كما تمثل العلاقات المصرية التركية مؤشرا للأوضاع وتطوراتها في منطقة الشرق الأوسط، فيما تتوج زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر مسار التقارب بين البلدين الذي يلقي بظلاله وتأثيراته على عدد من القضايا، نتابعها في هذا التقرير. استكمالا لمسار إعادة بناء العلاقات بين مصر وتركيا، تأتي زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، ويأتي التقارب المصري التركي الحالي باعتباره خطوة على طريق الشراكة الاستراتيجية مدفوعا بالثقل السياسي والعسكري والجيوسياسي للبلدين، مما يجعل التقارب بينهما يكتسب أهمية خاصة لما له من تأثيرات على التوازنات الإقليمية. في هذا الصدد، فإن العلاقات المصرية التركية تتقاطع مع العديد من الملفات في المنطقة، ومن هنا فإن تطبيع العلاقات بينهما يلقي بظلاله وتأثيراته على عدد من القضايا. أولى هذه القضايا القضية الفلسطينية، حيث ينظر للعلاقات المصرية التركية بنظرة ارتياح، إدراكا بأن هذا التقارب يمكن أن تمتد آثاره إلى توحيد جهود التهدئة فيما يتعلق بملف التصعيد في قطاع غزة. ملف آخر تتقاطع معه العلاقات المصرية التركية، ألا وهو التوصل لحل عادل وسلمي للأزمة الليبية، حيث تملك مصر وتركيا خبرات كبيرة في التعامل مع الأزمة والشراكة في جهود إعادة الإعمار، حيث إنها مرحلة تحتاجها ليبيا بشكل كبير لإعادة بناء وتأهيل البنية الأساسية. كما أن التقارب المصري التركي سيكون عاملا مؤثرا في حلحلة الأوضاع في شرق المتوسط، فمصر وباعتبارها وسيطا موثوقا لدى قبرص واليونان يمكن أن تكون طرفا يساهم في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث تركيا وقبرص واليونان. ومع تلك الملفات وغيرها، تمثل العلاقات المصرية التركية واحدة من أهم العلاقات التي تعطي مؤشرات وقراءات حقيقية للأوضاع وتطوراتها في منطقة الشرق الأوسط. كما تحقق قوة هذه العلاقات نوعا من التوازن الإقليمي الناجم عن المقاربات الجدية بين قوتين تقليديتين في منطقة الشرق الأوسط في عدد من الملفات. شهدت العلاقات المصرية التركية تطورات كبيرة نتيجة روابط التاريخ والثقافة والتي تربط البلدين على مدار العصور. المزيد نتابعه في هذا العرض.
وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا العام الماضي نحو 6 مليارات و600 مليون دولار، وشكل الوقود والملابس والمنسوجات والحديد والصلب والأجهزة الكهربائية أهم عناصر التبادل التجاري بين البلدين. المزيد في العرض التالي. حظيت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى مصر باهتمام العديد من وسائل الإعلام العالمية، حيث أكدت وكالة الأناضول التركية الرسمية أهمية القاهرة وأنقرة في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، مشيرة لتطلع الجانبين لتطوير وتعزيز العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمعهما، خاصة الروابط الاقتصادية المميزة بين البلدين. وقالت وكالة رويترز إن الأزمة في غزة ستكون على رأس مباحثات الرئيس السيسي ونظيره التركي. كما أكد موقع سبوتنيك الروسي أن أنقرة تدرك جيدا أن حل القضايا الإقليمية في المنطقة، خاصة ما يحدث في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي، لا يمكن التحرك فيه دون مصر، مضيفا أن زيارة إردوغان إلى مصر لها أهداف سياسية واقتصادية مهمة. أما موقع كوبروس ميرور فقد أشار للثقل الإقليمي لمصر ودورها الحاسم في القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها، وصفة لقاء الرئيس السيسي ونظيره التركي باللقاء التاريخي، وهو نفس الوصف الذي قدمه موقع هيئة الإذاعة البريطانية تعليقا على هذا الحدث، معتبرة أن هذه الزيارة تمثل بداية عهد جديد للعلاقة بين البلدين الكبيرين والمهمين في المنطقة، مما يجعلها محط اهتمام ومتابعة وثيق من العديد من القوى الإقليمية والعالمية. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود لاستكمال باقي ملفات النشرة. أهلا بحضراتكم مرة أخرى مشاهدينا، ونتحول إلى ملف الأوضاع في قطاع غزة، حيث طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بسرعة إنجاز صفقة الأسرى لتجنيب الشعب الفلسطيني ويلات وقوع كارثة أخرى لا تقل خطورة عن نكبة عام 1948 ولتجنب هجوم الاحتلال على مدينة رفح الفلسطينية. وقال عباس إن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بحرب مفتوحة على قطاع غزة، هذا إضافة إلى اقتحام الضفة الغربية والقدس، مشيرا إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في وقف هذه الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني. قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن المجتمع الدولي يعيد إنتاج فشله من جديد إزاء الصراع ويتقاعص عن تقديم الحل. وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان أن الحكومة الإسرائيلية تتمادى في تنفيذ سياساتها الفاشلة والمتمثلة في القتل الجماعي والتطهير العرقي والتهجير القسري تجاه الشعب الفلسطيني. حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من انهيار أنشطة الإغاثة في قطاع غزة بنهاية الشهر الجاري. وقالت الأونروا إنه حال استمرار الفجوة المالية في الاتساع نتيجة الضغوطات التي تتعرض لها بعد تعليق بعض الدول لتمويلها، فقد لا يكون أمامها سوى وقف العمليات الإنسانية في غزة، لافتة إلى أنه لا يوجد منظمات أخرى قادرة على أن تحل محل الوكالة. أدانت الخارجية التركية هجمات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية، وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أكد أن الهجمات الإسرائيلية على المدينة المكتظة بالنازحين الفلسطينيين جريمة من ناحية القانون الدولي والقانون الإنساني، ويجب وقفها بأقرب وقت.
حذر منسق الأمم المتحدة مارتن جريفيث من أن العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية قد تؤدي إلى مذبحة في غزة، مشيرا إلى أن أكثر من نصف سكان غزة مقتضون في رفح. كما أكد منسق الأمم المتحدة أن المجتمع الدولي حذر من العواقب الخطيرة لأي غزو بري لرفح الفلسطينية، مشددا على أنه لا يمكن لحكومة إسرائيل أن تستمر في تجاهل هذه الدعوات. أعرب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والمستشار الألماني أولاف شولتس عن قلقهما إزاء التقارير التي تتناول مخططا إسرائيليا بتنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، مشيرا إلى ما يمكن أن يترتب على ذلك من تداعيات إنسانية خطيرة. وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء الكندي، ذكر أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين ترودو وشولتس، حيث بحثا الوضع الراهن والتطورات في الشرق الأوسط وأهمية عدم تصعيد الصراع الحالي. من جهته أكد ترودو الحاجة الملحة إلى وقف دائم لإطلاق النار لضمان السلام الدائم للإسرائيليين والفلسطينيين، وأعرب أيضا عن قلقه إزاء الوضع الإنساني المتردي في غزة، داعيا إلى زيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين. أكدت منظمة الصحة العالمية أن هجوم جيش الاحتلال على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة يتسبب في كارثة لا يمكن تصورها، وكذلك يزج بالنظام الصحي ليقترب أكثر من حافة الهوية. وقد أشارت الصحة العالمية إلى أن قدرتها على توزيع المساعدات الطبية على غزة محدود، وذلك يرجع إلى رفض العديد من طلباتها لتوصيل الإمدادات. وقالت إن 40% فقط من بعثاتها إلى شمال غزة قد حصلت على الموافقات اعتبارا من نوفمبر، وأن هذا المعدل قد انخفض بشكل ملحوظ منذ يناير الماضي. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 28,576 شهيداً، بالإضافة إلى أكثر من 68,000 مصاب منذ 7 أكتوبر. كما أفادت الصحة الفلسطينية بأن الاحتلال ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 103 شهداء و145 مصاباً خلال الساعات 24 الماضية. التقى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي السفراء العرب المعتمدين في جمهورية قبرص لوضعهم في صورة التطورات الميدانية والسياسية والإنسانية في فلسطين، وهو اللقاء الأول من سلسلة لقاءات المقرر عقدها خلال زيارته الرسمية إلى قبرص. من جانبهم أكد السفراء العرب ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة وحماية سكانه، مشددين على دعم بلادهم المبدئي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وصولا إلى تجسيد دولته المستقلة بعاصمة القدس الشرقية. يواصل معبر رفح البري عمله لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في فلسطين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل سبل الدعم للأشقاء في قطاع غزة. هذا وواصل المعبر استقبال المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، كما استقبل المعبر عشرات شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود. أطلقت المنظمات الأهلية الفلسطينية نداء إغاثة إلى المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية من أجل العمل فورا على حماية مستشفى ناصر في مدينة خان يونس، وذلك لاستهدافها من قوات الاحتلال الإسرائيلية. وقد أكدت المنظمات الفلسطينية أن ما يجري في ظل التهديد باجتياح مدينة رفح الفلسطينية يهدد بتحويل قطاع غزة إلى منطقة منكوبة إذا لم يتحرك العالم اليوم أمام ما يجري لحماية المستشفيات والمرافق الطبية. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني وقوع قصف عنيف لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى الأمل التابعة للجمعية في خان يونس. وقالت الجمعية في بيان لها إن القصف الإسرائيلي أدى إلى وقوع أضرار مادية في مبنى المستشفى المكتظ بالنازحين والمرضى.
أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد بيربكورن أن مستشفيات غزة مكتظة بالكامل وليس لديها الإمدادات الكافية، وأشار إلى أنه تمت الموافقة على أقل من نصف بعثات منظمة الصحة العالمية المعنية بتوصيل المساعدات الطبية إلى غزة، وأوضح أن الموظفين يضطرون إلى إجراء عمليات بتر بسبب عدم توفر وسائل علاج تمكنهم من إنقاذ أطراف المرضى عن طريق الجراحة في بيئة طبيعية. وأوضح أنه منذ شهر نوفمبر تمت الموافقة على 40% فقط من بعثات منظمة الصحة العالمية إلى شمال غزة، مضيفا أنه منذ يناير تراجع عدد هذا العدد كثيرا وتصل النسبة إلى حوالي 45% في الجنوب. مشاهدينا فاصل قصير ثم نعاود مع حضراتكم لاستكمال باقي ملفات النشرة. أهلا بكم من جديد. أكدت القيادة المركزية الأمريكية أنه تم تنفيذ ضربة ضد صاروخ كروز مضاد للسفن في منطقة يسيطر عليها الحوثيون باليمن، والذي كان مستعدا لإطلاقه ضد السفن في البحر الأحمر. وقالت المركزية الأمريكية أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار للسفن في المنطقة، مؤكدة أن القوات الأمريكية ستواصل اتخاذ الإجراءات التي تحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية. أكد مصدران أمنيان أن امرأة وطفلين قد قتلوا في ضربات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قرية في جنوب لبنان، وأضاف المصدران أن 7 أشخاص آخرين على الأقل قد أصيبوا، وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على بلدة الشهابية وقصفت جبل بلاط وبلدة رمية. أكد رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري أنه لن يترك الشعب اللبناني، مشيرا إلى أن والده تم اغتياله لأنه كان يملك مشروعا لبلاده. وتجمع آلاف من اللبنانيين في وسط بيروت في الذكرى 19 لاغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، في وقت ناشد أنصاره نجله سعد باستئناف نشاطه السياسي المعلق منذ مطلع 2022. أوضحت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي أن مغادرة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين هينس بلاسخارت للعراق تتسق مع الممارسات المتبعة داخل الأمم المتحدة، بما في ذلك التناوب المعتاد لكبار مسؤولي الأمم المتحدة. وفي بيان لها أكدت البعثة عدم صحة ما تم تداوله مؤخرا بشأن مغادرة الممثلة الخاصة للأمم المتحدة ورئيسه يونامي، مشيرة أنه ليس له علاقة بمزاعم الفساد في بعثة الأمم المتحدة، داعية وسائل الإعلام إلى إيلاء الأولوية للدقة والامتناع عن تعميم معلومات مضللة بحسب البيان.
شدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنافي على ضرورة الإسراع في إنجاز ملف المصالحة والاهتمام به واعتباره من أهم الملفات الوطنية، مؤكدا أن نجاحه سيمهد الطريق لإجراء الانتخابات التي يتطلع إليها كل الليبيين. جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية والفرنكوفونية الكونغولي، وتطرق اللقاء لمستجدات مشروع المصالحة الوطنية والاجتماعات المتواصلة والخطوات المنجزة استعدادا لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة في إبريل القادم. نفى الكرملين تقريرا أفاد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح على الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في أوكرانيا عبر وسطاء. وردا على سؤال عما إذا تقدمت روسيا بمقترحات للسلام، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن هذه التقارير الإعلامية غير صحيحة، حيث لم يقترح الرئيس الروسي على الولايات المتحدة أي وقف لإطلاق النار في أوكرانيا. قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قال إن الولايات المتحدة لن تتراجع عن دعمها لأوكرانيا في الأجلين القريب والبعيد، على الرغم من نفاد تمويل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لكييف ووجود عوائق أمام طلب تمويل إضافي في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون. وفي تصريحات له أكد أوستن مواصلة واشنطن مساعيها الحثيثة من أجل توفير الدعم لأوكرانيا من دون ذكر حزمة دعم عسكري بقيمة 95 مليار و340 مليون دولار لأوكرانيا ولحلفاء آخرين لم يعتمدها مجلس النواب الأمريكي. أعلن القائد الأعلى الجديد للجيش الأوكراني أن الوضع في ساحة المعركة معقد للغاية في أول زيارة له إلى الجبهة، في حين تحتاج أوكرانيا إلى مزيد من المقاتلين والأسلحة لمواجهة الغزو الروسية. وأضاف أن القوات الروسية تواصل زيادة تقدمها بفضل تفوقهم العددي، فيما تكافح أوكرانيا لتجديد صفوف جيشها بعد عامين على بدء الغزو الروسي. وقد أشار إلى أن قوات بلاده تبذل قصارى جهدها لمنع تقدم روسيا والحفاظ على مواقعها، معترفا بأن قواته تواجه صعوبة في صد الهجمات الروسية المتعددة في الشرق. أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ كروز قبالة سواحلها الشرقية، وتعد هذه المرة هي الخامسة التي تطلق فيها بيونغ يانغ صواريخ كروز هذا العام. مع تصاعد حدة التوترات في شبه الجزيرة الكورية، أعلنت كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية أطلقت صواريخ كروز عديدة قبالة سواحلها الشرقية في سلسلة جديدة من تجارب الأسلحة التي تجريها بيونغ يانغ هذا العام. من جانبها قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية إنها تجري تحليلا مفصلا مع الولايات المتحدة لهذه التجربة الصاروخية الجديدة، مشيرة إلى أنها تعمل على تعزيز المراقبة لمتابعة أي أنشطة إضافية تقوم بها الجارة الشمالية. وكانت بيونغ يانغ قد أعلنت عن نجاح اختبار نظام تحكم جديد لراجمة صواريخ، مع التأكيد على أهمية دورها في ساحة المعركة، بالإضافة إلى إجراء اختبارات على نظام أسلحة نووية تحت البحر. ولا تخضع اختبارات صواريخ الكروز للعقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، على عكس الصواريخ الباليستية التي تستند إلى تكنولوجيا الفضاء. وتتميز صواريخ الكروز بتقنية الدفع النفاث وارتفاعها المنخفض، مما يجعل من الصعب اكتشافها والتصدي لها. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة السادسة، وهذه تذكرة بأبرز ما جاء بها من عناوين. الرئيس السيسي يؤكد تقدير مصر للعلاقات مع تركيا وتعزيز التنسيق معها لتحقيق الاستقرار الإقليمي. الرئيس التركي يؤكد أن بلاده تتقاسم تاريخا مشتركا مع مصر، ويعرب عن تطلعه لزيادة الاستثمارات بين البلدين. الرئيس السيسي ونظيره التركي يوقعان على الإعلان المشترك لإعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.
ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة. كنا معكم في هذه النشرة الزميلة ميرفت المليجي وأنا هشام عبد التواب. إلى اللقاء.